شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. عفى الله عنك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. الحديث 17 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. أولاً، ما مناسبة إتباع كتاب السواك أو باب السواك لكتاب الطهارة عن هذا السواك؟ هذا العود الأراك له شأن في هذا الدين، له مكانة عظيمة، جاء في ذكره كما قال ابن الملقن رحمه الله قرابة 100 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبة ذكر باب السواك في كتاب الطهارة أو عقب كتاب الطهارة أنه لما كان السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب وكان من السنن المستحبات عند الوضوء وعند الصلاة، وكانت هذه الشريعة شريعة الكمال والشمول وشريعة النظافة والصيانة والطهارة في كل الأمور، ناسب أن يأتي بباب السواك بعد باب الطهارة أو في عقب كتاب الطهارة. فالسواك نوع من الطهارة والنظافة والصيانة، لا سيما عند الوضوء والصلاة. هل السواك من العود فقط أو من العود وغيره؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن السواك يكون بالعود، بعود الأراك أو بغيره من أعواد الشجر، لكن عود الأراك عود يتميز بطيب رائحته، وفيه عود آخر يسمونه البشام، ها، وفيه البيشم، وفيه أنواع رائحتها ذكية. هذا الأراك وهذا البشام يوجد أيضا، هو يكون من النباتات وأيضا يخرج في أراضي الحجاز وغيرها، وهو أيضا تحت الأرض، الذين يعرفون المساويك ما هو ليس ظاهرا وإنما هو يقتلع من جذوره من الأرض. هذا إذن السواك يكون بالعود كما ذهب إليه الإمام أحمد، وذهب أكثر الأهل العلم إلى أن السواك يكون بالعود ويكون بغيره، وهو مذهب أكثر أهل العلم. مثلا يجوز للإنسان أن ينظف فمه بإصبعه، ويجوز له أن ينظفه بخرقة، واليوم الوسائل الحديثة المعجون والفرشاة، وإن كانت من وسائل النظافة لكن السواك يزيد عليها أنه سنة، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة الذي سيأتينا. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فاه، ينقيه، يغسله بالسواك.